السلام عليكم. اليوم رانا في المدينة الجديدة تاع علي منجلي، ونروح نديرو جولة. على كل حال المدينة هذه تستاهل أكثر من جولة، فيها كثير من مراكز تم إنشاؤها. وهنا مثلا رانا في المركز الإسلامي الجديد الذي تم بناؤه في المدينة الجديدة تاع إذن علي منجلي. نلاحظ المركز الإسلامي الجديد هذا، إنجاز هذا المركز الإسلامي. سان سانت كولتيرال، مركز إسلامي ثقافي جميل في المدينة الجديدة إذن تاع علي منجلي. وإلى جانب بنايات أخرى كثيرة، حاجة مليحة. والحاجة اللي حبيت إلى في المستقبل أنه الطرقات عريضة بزاف، ولم يراعى في ذلك العرض نتاع الأرصفة. لازم الأرصفة تكون عريضة شوية أكثر من هذا، خاصة في الأماكن اللي فيها حركة مرورية، في أمام المراكز نتاع التسوق، أمام الشوارع الرئيسية لازم يكون فيه عملية تاع توسيع الأرصفة. والله مدينة ما شاء الله، جيت ليها هذه عندها قريب أكثر من 10 سنوات، ما كانتش بالزخم هذا. الآن يتم حاليا عملية تاع إضافة هياكل جديدة، هذا شيء جديد، شيء جميل، هياكل جديدة. وكذلك فيها عملية تاع تجديد البنايات، هذه كانت النسخة. وكذلك فيها عملية نتاع عملية تاع تهيئة الطرقات الأرصفة، وإعادة تزفيت الأرضية. كل هذه الأمور زادت في النوعية تاع النسيج العمراني، عطات له أكثر زخم وأكثر. لكن نعاود نأكد أنه القضية تاع الطرقات عريضة بزاف، وفي بعض الأحيان على حساب الأرصفة. الأرصفة ما كانش ما يبانوش كاع، الأرصفة تقريبا ما كانش كاع، والمقابل نلاحظ أن الطرقات مزدوجة وزيد عريضة بزاف. هنا مثلا طريق عريض فيه أربع، هنا الطريق فيه أربع أروقة في اتجاه واحد، هذا بزاف. على أي حال نتجول في هذه المدينة، ناخذ وقتنا باه نصور في المدينة هذه، وندير اقتراحات بالمناسبة نتاع التصوير هذا. ندير اقتراحات، نعاود نولي إلى موضوع تكلمت عليه، موضوع نتاع التغليفات الخارجية. وهذه قضية التغليفات الخارجية تمس كل المدن الجديدة، كل المدن بصفة عامة، منها تيزي وزوب، جاية، سطيف، هذه المدينة الجديدة تاع هنا، كل المدن، خاصة بعض البنايات التي تم بناؤها من طرف الخواص، واللي فيها هذا التيروليان، هذاك الحرش هذاك اللي يوجع. هذه القضية
كيف يتم يعني حل المشكل هذا؟ ماشي غير حلو اعطاء وجه رائع كما نقولوا هنايا، هو لازم تغليف بواسطه البلاطر، بالبلاطر يعاود تهيئه الارض تاع المساحات بالبريسيون و يعني نيتواياج نتاع هادو لي بلاطر لي فاساد فوني نيتواي باش البلاطر يحكم مليح، وإعادة تغليفهم بالبلاط مع إضافة دي موتيف دو ديكوراسيون بان ستيل دوني، ستيل أرابيس، ستيل موريسك، ستيل قسمانيا، ستيل مودان، بأي طريقة، المهم تكون فيه تغليف بواسطة مادة كي البلاط. كان يستعملوها الآن هذيك المادة، عم يستعملوها كثير من انتاج شركه لافارج، ولا كاين شركات اللي راهي تنتج هذا البلاط. هو بلاط ممزوج بالاسمنت وفيه اضافات باش يولي صحيح اكثر من البلاط. وهذيك الماده هذه ممكن تطبيقها على الواجهات، يعني مباشره على الواجهات، واضافه دي موتيف دو ديكوراسيون. هذوك لي موتيف نقدروا نخدموهم بلي مول، افيك دي مول نوجدوهم لي موتيف دو ديكوراسيون، وتكون شغل تخدم كي شغل اللي راك تخدم البلافون تاع الانتيريور، بلافون دانتيريور نفس الشيء تابليكا ولا لابليكاسيون تاع لا ميثود دابليكاسيون تاعها، كي شغل اللي راك دير في البلافون تاع تجدر تزيد لي غورج لي موتيف دو ديكوراسيون، دير حتواقي، المهم تقدر دير هاد لا ميثود لاخر. سي تي ميثود براتيك فاسيل ا اكزيكوتي، لو بلاطري يبي فال لو طراي هذا. و لي فاساد اللي كاين كبار كبار كبار، نقولوا دي فاساد كبار كيما لي فاساد لاتيرال، كي ما يكونش كاين موتيف وتكون قباله، on peut utiliser le placo de plâtre, les placos de plâtre تاع 2.20 des placos de plâtre fixiهم و نفينيهم باش الواجهه نتاع العماره يعني لي فاساد لاتيرال يكونوا نت، باش يتنحاو لي ديفو، يفو فيكسي دي بلاكو، لي بلاكو دو بلاطر كبار لي فيكسي افيك دي تيفور يفو متر دي سوكل و سيمونتي و بعد فيكسي لو بلاكو و لو فينير باش تكون لا فاساد مليحة. ان سكي كونسان لي فاساد اللي مقابلين سير لو سكون ابل لو بينيون، كيكونو سير لو بينيون، هادوك لي فاساد on peut les traiter comme avec des motifs de décoration. On peut rajouter des motifs de décoration selon des styles bien précis. Un style mauresque ou un style osmania ولا ان ستيل مودرن ولا ان ستيل الجيريان افيك ان اركيتكتور الجيريان. وشنو لو ماتيريو دو باس؟ هو لو بلاطر. لو ماتيريو دو باس هو لو بلاطر. وانا شفنا البنايات كامل تاع الجي كي بناهم الاستعمار الفرنسي، سي دي بلاطر، استعمال دو بلاطر الماده الاساسيه نتاع التغليف هي لو بلاطر. إذن هذا ممكن ديكور كما قلنا بالبلاطر. ويا كاين دي مول بريباري الافونس، لازم يكونوا عندنا شركات ومستثمرين كاينين على كل حد، بصح لازم نتصلوا منهم هذو المستثمرين يطوروا هذه التقنيات تاع سكون ابل لي رافالمون فاساد.
يختصوا في إعادة تهيئة أو تجديد الواجهات نتاع البنايات، خاصة وتكون ويكون هذا التريتمون نتاع لي فاصاد يكون ان تريتمون كما نقولوا حنايا ماشي باتيمون بار باتيمون، لازم يكونوا ديرو اون بو فير قال ناخذوا طريق كومبلي ولا بولفار كومبلي نديروه تريتمون بهذه الطريقة، نديروه بهذه الطريقة. On peut même rajouter des choses pendant le traitement. On peut rajouter, revoir les façades, les magasins, le rez-de-chaussée. Revoir les extensions avec les bureaux, les magasins, les mahallats. On peut les revoir en même temps avec le traitement de façade. Donc, هادو كيما نقولوا الأحياء الرئيسية أو الأحياء الهامة أو الأحياء الكبيرة في المدن توانا لازم نعود نتنتهم بهذه الطريقة. هم الأتراك هم دايرين العفسة هذه، الأتراك هم يخدموا في الدومان، عندهم شركات تنتج هنا في الجزائر. والآن لحد الآن إلا حبيتوا تاخذوا دي موتيف، يعني ناخذ فكره باش ناخذ فكره على هذا الطريقه نتاع التريتمون، نقدر مثال تشوفوا كيفاش راهم يخدموا لي زوتيل. الطريقه نتاع لا كونستركسيون نتاع لي زوتيل، لي رافالمون دو فاساد، لي ريفاتمون اكستيريور في لي زوتيل اللي راهم يتبناو في الجزائر، كاين هذه الطريقه. لكن هما عندهم دي زيليمون كامل بري فابريكي، بس حنا نقدروا حنا نديروا لي ثلاث مود فاصات، نديروهم بلابليكاسيون تاع لا بات ديريكتومون سير لي باروا، اون ابليك لي بات هادو سير لي باروا. دونك فيها هاد نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.